كلية طب القصر العيني كلية قديمة جدا، من أقدم الكليات في مصر وفي الشرق الأوسط. كلية طب القصر العيني بعد كده بقى في عندها مستشفى قصر العيني عشان تشفي المرضى. مش بس كده، عندهم مركز الأبحاث. مركز الأبحاث ده اسمه المركز القومي للسموم الإكلينيكية والبيئية، وفي المركز ده بيحصل فيه أبحاث كتيرة مختلفة في عدة مجالات. خلينا نتعرف أكتر على المركز ده من الدكتور هشام عطية الشخيبي، مدير المركز القومي للسموم الإكلينيكية والبيئية واستشاري طب الأطفال كلية طب القصر العيني. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، صباح أهلا الخير يا وسهلا. فندم، صباح نورنا. الخير، أهلا وسهلا. في البداية يهمنا نعرف دور المركز وإيه بالظبط التخصصات اللي بيقوم بيها المركز. بص حضرتك، هو المركز القومي للسموم الإكلينيكية والبيئية يعني دي وحدة ذات طابع خاص داخل كلية طب القصر العيني، ليها هدف أساسي اللي هو هدف خدمة المجتمع والبيئة. خدمة المجتمع والبيئة دي من خلال تقديم خدمة طبية نعم، إلى جانب خدمة توعوية للمجتمع، وبجانب الأبحاث الطبية اللي بتجرى داخله لبعض الأدوية أو بعض المستحضرات اللي ممكن نكون بنستعملها. نعم. من ضمن الأبحاث اللي اتعملت إيه؟ معلش. هو بنعمل يعني بتجري الأبحاث على المواد اللي هي بتسبب التسمم، اللي هي غالبا اللي بتسبب التسمم، بنشوف الجرعات اللي هي ممكن تسبب التسمم، الأدوية اللي هي ليها نطاق ضيق في الصلاحية بتاعتها أو المجال السمية بتاعتها، فبتبقى الأبحاث كلها بتدور في الحدود دي. حضرتك يعني إيه الإكلينيكية والبيئية؟ هو هو المسمى بالظبط، هو السموم يمكن دي الإكلينيكية مصطلح والبيئية. يمكن ايه طب شويه فمحتاج تعريف. نعم، هو بنقول كلمه المركز القومي للسموم الاكلينيكيه نقصد بيه ايه؟ نقصد الجزء العلاجي، الجزء تقديم الخدمه كلينيكي. العلاجيه. تقديم خدمه علاجيه من خلال ايه؟ من خلال تقديم الخدمه العلاجيه من استقبال وتشخيص وعلاج حالات التسمم المختلفه. عظيم. ده الجزء الاكلينيكي. والبيئية اللي هي الجزء التوعية باللي هي المسممات اللي موجودة في البيئة اللي بتؤدي لمشاكل كتيرة، ده الجزء اللي هو طيب، البيئة. نقف بقى مع حضرتك عند جزئية التوعية وللسموم المتواجدة أو الاستخدام الخاطئ لبعض المواد أو لبعض الأدوية. تعالى نبتدي بالمضادات الحيوية. عندنا كارثة في مصر في استخدام المضادات الحيوية، إن فعلا. إحنا الحقيقة كلنا دكاترة، يعني إحنا كلنا إحنا شعب دكتور بالفطرة. هو ده للأسف، يمكن يعني ده المضادات موروث. الحيوية عمالة على بطال لكل الأعمار، وللأسف الشديد إن في بعض الأطباء اللي حطوا الثقافة الخاطئة دي في مصر، فبالتالي الأهالي، فبالتالي توارثها الأولاد، فبالتالي بقى الطفل اللي عنده سنة بياخد مضاد حيوي. هو هقول لحضرتك على حاجه، هو ده موروث عندنا، ان يمكن احنا شعب او ايه بنحب دايما يعني ايه دايما عندنا معلومه او ثقافات في حاجات كتيره جدا، وناس بتحب يعني ايه بيعرض المعلومات بتاعته، يعني نحب نتكلم في حاجات ايوه، كتيره احنا نحب جدا. الاستشارات نحب نتكلم. يعني انا مثلا هقول لحضرتك على حاجه، انا ممكن اكون دكتور وقاعد مع حد مهندس، وفي حد بيسال في حاجه في الهندسه، الاقي نفسي متبرع بفتوى هندسيه. يعني ايوه. جزء التخصص ده يمكن لسه ما فيش عندنا ايه وعي بالنسبه له. فجزء المضادات الحيويه ده جزء خطير جدا جدا. يعني المضادات الحيويه دي يعني ممكن نحطها بين الفايده والضرر، نلاقي يعني ايه يمكن في كفتين متساويين، الفايده بتاعتها والضرر، ودي مشكله خطيره جدا جدا. يعني هنتكلم على المضادات الحيويه. واحد مريض او عنده طفل وراح للدكتور وكتب له علاج، والعلاج ده كان سبب التهاب مثلا في مجرى البول او التهاب في الصدر او حاجه، والطفل خف وبقى كويس. يجي يتعب تاني مره، لا انا مش هروح للدكتور، ده انا عندي روشته القديمه، ده انا فاكر خد ادويه، فنكرر الادويه دي تاني. تكرار الادويه بجرعه غير محسوبه مع اختلاف سن الطفل دون لمدد غير محسوبه، ده بينتج عنه مشاكل كتيره جدا، ومشاكل تكون خطيره يمكن ملهاش علاج وما نقدرش نعالجها. يعني ندي مثال وبدون ذكر اسم مضاد حيوي، بعض المضادات الحيويه ياخدها الطفل لعلاج مثلا مرض زي التهاب الشعب الهوائيه، الطفل ياخد الدواء دون عنده سنتين، الطفل اخده وخف بقى كويس جدا وزي الفل، خلاص بقى كويس. بعد 4 5 سنين الطفل بيروح المدرسه، بتبدا المدرسه تخاطب اهل الطفل، الطفل غير مستوعب وغير منتبه. نكتشف ايه؟ نكتشف ان الطفل عنده ضمور في العصب السمعي. طب ضمور العصب السمعي قضاء الله وقدره، الطفل كده، لا هو ما كانش مولود كده، ده السبب المضاد الحيوي اللي هو اخده ده من ضمن اعراضه الجانبيه لما يتاخد لاكثر من مره، والمضاد
غير محسوبه ينتج عنه تاثير. المضادات الحيويه يا دكتور في بعض البلاد ممنوعه لسن معين ويعني استخدامها مقنن بشكل كبير جدا. ده ازاي ممكن نعمله وازاي يعني انا النهارده لو انا ام او اب او اي حد رايح للدكتور والدكتور كتب له على مضاد حيوي مش معقول هيعدل على الدكتور؟ يعني مش معقولة والدكتور مش هيقبل ده يعني مش هيقوله لا اصل انا مش ده يعني ابسط حاجة هيقوله والله انا اعرف اكتر منك. ازاي الثقافة دي عامة ننشرها وان المضاد الحيوي ده من سن كام نقدر ناخده؟ يعني مهم ان احنا نعرف الحاجات دي يا دكتور. هو شوف حضرتك المضاد الحيوي ممكن يتاخد من اول يوم بس حسب نوعه. يعني احنا عندنا الطفل بيتولد الطفل مولود لسه عنده وظائف الكبد غير مكتملة، الاخراج عن طريق الكلى غير مكتمل، فبنختار المضادات الحيوية اللي هي تأثيرها بعيد عن الكبد والكلى. دي نمرة واحد. فلابد ان يكون دكتور متخصص هو اللي بيكتب للأطفال اللي هي حديث الولادة. بعد كده في مراحل سنية اللي بعدها مرحلة النمو، عندنا مضادات حيوية بعضها بيوقف النمو، يعني يوقف النمو، النمو الجسمي يوقف، يقفل الأجزاء اللي بتسبب نمو والعظم، فدي ممنوع انها تتاخد لحد سن البلوغ. مش البلوغ، البلوغ اللي هو اكتمال النمو. يعني سن ال 18 او 20 سنه زي ما بنقول. عندنا مضادات حيويه تتاخد بعد كده في السن العادي ما فيش مشكله. عندنا مرحله رابعه من السن اللي هي الناس الكبار في السن اللي فوق سن ال 60 اللي بتبدا عندنا وظائف الكبد تبدا تقل والكلى تبدا تقل، انزيمات الكبد كفائتها تبدا تقل، في الحاله دي يعاد تقييم المضادات الحيويه تاني ويعاد يعني ايه حساب الجرعات بتاعتها حسب حاله المريض اللي عشان كده دايما يا دكتور لما نروح عند اي دكتور والناس عنده استشاره يعني او كده وتعبانين عيان يقول لك سنك قد ايه؟ طبعا عشان كده بناء على السن بيديك العلاج الصح للسن. سن السن انا اول مره افهم الحته دي حضرتك باللي انت شرحته. السن مهم جدا. الجنس مهم جدا اذا كان ذكر او انثى. الوزن كمان مش السن بس والوزن تمام. لان حساب الجرعات تعتبر على حساب الوزن الجسم. دكتور من ضمن الحاجات برضو اللي ظهرت بكل صراحه شديده خلينا نتكلم بصراحه بعد ثوره 25 يناير عقار الترمادول. عقار الترمادول ده بقى يعني بقى موجود في الشارع المصري بشكل غير طبيعي وخصوصا للرجاله. اساسا العقار ده ليه؟ بص هقول لحضرتك على حاجه، يعني قبل ما اتطرق لعقار الترمادول الترمادول كويس ان انت جبته لان ده من الحاجات اللي هي عندنا في مركز السموم. بيجي لنا حالات كتيره جدا تسمم بعقار الترمادول. يعني جزء كبير جدا، يعني احنا بنقول مثلا التسمم بالادويه بيمثل 55 فوق ال 55% من حالات التسمم الاجمالي. كويس. حاليا مثلا زي ما بنشوف عندنا في مركز السموم نسبه كبيره جدا دي بتكون تسمم منها عقار الترمادول. عقار الترمادول ده اول ما صنع ده عقار مخلق مش طبيعي. العقار دون بيشتغل على ايه؟ بيشتغل على مستقبلات الافيون. مستقبل منهم بيشتغل عليه. دي نمره واحد. نمره اتنين بيزود افراز ماده المنشطه للجسم اللي هي الادرينالين، نور ادرينالين، وبيشتغل على مستقبلات ماده تانيه اسمها السيروتونين. التلاته دول العقار ده اتعمل اصلا لعلاج حالات الالم الحاد زي عمليات العظم. العمليات بعد العظم بيكون فيها الم حاد، الدواء ده تاثيره كويس جدا جدا لانه مسكن قوي للالام. وآمن في الجرعات المناسبة بتاعته. فبدأت بعض الناس بدأوا يستعملوا استعمال خاطئ لأنه هو أولا بيسكن للألام. واحد بعد إرهاق يوم كامل عنده إرهاق في جسمه بياخده يحس جسمه استريح. نمرة اتنين المادة النور أدرينالين اللي بتطلع دي مادة منشطة تخليه فايق ويقدر يستأنف عمله لو هو بيشتغل فترات كتيرة. مادة السيروتونين دي ممكن تعمل زي تنشيط جنسي إلى حد ما. فبنبص نلاقي ولكن لو ما استخدمش في هو دي اللي أنا جايين نقولها. هو مش مصنع غير الاستخدام لفترة محدودة. يعني بنقول بعد العمليات اللي هي عمليات اللي هي فيها ألام شديدة زي عمليات العظم نستعمله لفترة محدودة علشان ما ندخلش في المشاكل الجانبية بتاعته لأنه مشاكله الجانبية خطيرة جدا جدا. ده بيأثر على مركز التنفس، على عضلة القلب، بيأثر على الذاكرة، السمية بتاعته بتزيد كل ما يزيد التتراكم جوه الجسم وتزيد الجرعة بتاعته تتراكم جوه الجسم وينتج عنها وقف في عضلة القلب والتنفس. طب ليه ما يتمش منعه يا دكتور؟
يعني هو ليه ما يتمش هو جدول. طب ليه ما يتمش متوفر مثلا تتعمل حملات تفتيش على الصيدليات او على الدكاتره اللي بيدوا الادويه دي؟ حضرتك ده مش دكتور بيديه معظم الصيدليات ما بيتبعوهوش لانه جدول، والدكتور اللي عنده الادويه الجدول لابد تكون وصفه طبيه، والوصفه الطبيه دي من اخصائي ومختومه، لان ده ادويه عندنا جدول، الجدول ده ممنوع صرف ادويه. لكن دي ادويه مهربه وادويه، وللاسف الشديد دخل فيها بقى ايه الغش التجاري، ودي اخطر حاجه. يعني احنا عندنا بيجي لنا حالات تسمم بماده الترامادول لانه مغشوش، ومغشوش يعمل مشاكل خطيره جدا جدا، ومن ضمنها بياخدوه مع الكحوليات ينتج عنه ضمور في العصب البصري. يعني نبص نلاقي الشخص اخذ الترامادول، هو بيبدا ياخده حبايه، بعد اسبوع اتنين ما بيجيبش نفس التاثير، يزود الجرعه، زادت الجرعه مع ان هو مع وجود الانواع اللي هي المغشوشه بتكون الجرعه فيها غير محسوبه مظبوط في القرص بتاع الدواء، فينتج عنه تسمم.